صباح الخير لكم مجددا، المحطة هلأ مع الأبراج. البداية بتكون مع الحمل المتفائل جدا اليوم بالرغم من الظروف السوداوية وقادر يشوف النص الملين من الكباية وما تتراجع أبدا. إلى الثور عتبين على شخص ما عطاك الحنين والاهتمام وأنت اليوم قادر تتطور ضمن محيطك ولكن ما تعتب على حدا. الجوزاء منشوفك اليوم طاير مثل النسر وقادر تحقق إنجازات ولكن ما تخلي حدا يثنيك عن تحقيق هالإنجازات خاصة العملية منها. سرطان يحارب جيش بكامله في سبيل الوصول إلى أهدافه، اليوم أنت المحارب، أنت يلي بتصد المعركة وأنت يلي بتقدر توصل إلى خواتيم إيجابية. الأسد تعب كتير من الأمور ومن التشنجات يلي عم بفكر فيها ومن طريقة طرح الأمور أمامه، اليوم المطلوب منك تكون راسين أكثر وتهدئ أعصابك أكثر لا يمرق هالنهار بالتي هي أحسن. العذراء تألق بالمجال العملي، خلينا نقول وعدم تألق للأسف بالمجال العاطفي، في بعض الأمور لازم تحلها سريعا مع من تحب ولكن هالأمر ما بيمنع أنك متألق جدا على الصعيد العملي. الميزان اليوم رح يكون القائد لا التابع، اليوم هو يلي بيقرر شو لازم يصير والكل بيلحقوه. من بين الأبراج 12 الأكثر حظا اليوم فحاول تستفيد من هالنهار بكل اتجاهاته. العقرب رح يحكي عن كل شيء بطريقة شفافة واعية بعيدة عن اللف والدوران، بعيدة عن التزلف، وانت اليوم متميز بطبعك. القوس ما فيك تنيشن على شغلة وتقول بكرة بحققها، مشان هيك المطلوب منك اليوم ما تأجل عمل اليوم للغد، فكر مليا بكل المستجدات وتابع بوتيرة تصاعدية. جدي محقون من أمور شكلت له هاجس بالماضي، اليوم هيدي الأمور بدك تكبها على جنب، بدك تطلع لقدام وتنطلق لأمور مهمة أكثر. إلى الدلو، ما كتير اليوم هيك شايف هالنهار إله الدلو، مثل كأنه متكاسل من بداية النهار، مثل كأنه مش هيدا النهار يلي أنا بحلم فيه. معلش كل إنسان بيمرق معه المع والضد، النعم ولا، وكل الحياة فيها طلعات ونزلات، هيدا النهار ما تحسبه، بلش فكر من بكرة. الحوت بحاجة لحدا يسمعه قبل كل شيء، بحاجة لحدا يكون إلى جنبه، بحاجة لحدا يعطيه دينته، يعرف اختلاجاته الذاتية، هيدا هو الشيء المهم يلي بيطلبه اليوم الحوت من الآخرين. مولود اليوم إنسان بيعرف كيف بده يدير شعور الآخرين، إنسان غير متطلب مادياً، مفكر، متمسك بالعادات والتقاليد، جداً بتهمه العيلة، من سلبياته يتقوقع سريعاً على الزيت، من إيجابياته إنسان بيعرف كيف بده يقدر الآخر، وهالسنة سنة المثابرة والحضور، تحياتنا لكل مواليد اليوم. المحطة الأخيرة مع لما. هالاسم انطلب مني مرة تانية فاكتكرم عينك يا لما. لما يعود إلى أصول عربية وبيعني صاحبة الشفاه الجميلة المرسومة عليها خط داكن اللون. لما متفائلة بالحياة، الابتسامة ما بتفارق وجهها، اجتماعية وقريبة من القلب، حنونة، في أمور ما بتنساها من الطفولة، عندها نظرة خاصة إلى الحياة، فنانة بطبعها، ولكن لما بتحب تستملك الحبيب، تحياتنا لكل لما عم بتبعنا. هذا كل شيء أصدقائنا المشاهدين، إلى اللقاء.